هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام يتجدد اللقاء بحضراتكم في انطلاقة أشواطنا كالعادة هنا ميدان دستور الذي يحتضن سن الحقائق بهذه الأثارة وهذا الحماس القوي ومسار أشواطنا وهو الشوط الثالث عشر الخاص بالإبكار الحقائق في الأشواط المفتوحة في صباح هذا اليوم في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. انطلق الشوط، انطلقت الإبكار، انطلقت الآمال، تتقدم الإبكار بعد الانطلاق ناصية علي بن سالم بن علي الاكتبي قادت مسار هذا الشوط بينما المركز الثاني تندفع فيه سمحة لراشد بن حمد بن مبارك المهيري ولكن سالم بن حمود الهاشمي اللي هي منصورة تندفع في هذه اللحظات بينما المركز الثالث تتقدم فيه ياتي عيلان بن حميد بن واس الذي ينطلق على المركز على هذا الاندفاع وهذا الانطلاق اللي هي باريس تأتي في المركز الثالث بينما المركز الرابع الزود ناصر بن سعيد بن سالم العمري تندفع على المركز الرابع في هذه اللحظات بينما المركز الخامس خامس المراكز شوف الدخول من الأسماء هناك تدخلت ووصلت هذه العابرة أحمد بن سيل بن سعيد العامري يقدم العابرة على المركز الخامس بينما المركز السادس وصلت في هذه اللحظات راهية لأحمد بن علي بن محمد بن واصل اكتبي وقدوم من اليمامة عوض بن ناصر بالبحري العامري تتقدم في المركز السابع أما المركز الثامن هناك الدخول وهناك الانطلاقات شوف الوصول وصل بمفتاح على ثامن المراكز هذه مزون مطر بن راشد بمفتاح الشامسي والمركز التاسع تقدمت في هذه اللحظات اللي هي الشاهينية مبارك بن راشد بن محمد الخيالي والمركز التاسع هذه مغيظة لناصر بن عبد الله الهاشمي والمركز العاشر هناك وصلت في عاشر المراكز هذه طيف لأحمد بن سعيد بن مطار بن مصبح الاكتبي نعود إلى المراكز الأولى بعد إكمال العشر المراكز في مسار الشوط الثالث عشر في الإبكار الحقائق وفي هذا المسار الجميل في هذا الانطلاق الثلاثة كيلومترات نعود إلى المركز الأول ومسيطرة على مقدمة الشوط اليمامة عوض بن ناصر بالبحري العامري تقدم في هذه اللحظات الحائزة على المركز الثاني يحيى بن صغير بن قنون بن يراد الاكتبي يقدم الحائزة وحائزة على ثاني المراكز حتى هذه اللحظات ولكن الزود لناصر بن سعيد بن سالم العمري تتقدم في هذه اللحظات وصل العمري هناك من الجانب الآخر الشاهينية سيف بن خميس بن سعيد البادي الذي ينطلق في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع يا سلام شوف ثلاثية المقدمة شوف المراكز الأولى وهنا القدوم والتواصل من طيف لأحمد بن سعيد بن مطر بن مصبح الاكتبي تقدمت ووصل شعار رغش بن طبازة بن الدودة العامري وصلت الوثب سعيد بن رغش بن طبازة بن الدودة العامري وهناك شوف الدخول ما شاء الله أزم سعيد بن صويح بن سالم بن علوبة العامري ولكن العمري لازال العمري مسيطر على مقدمة الشوط الشاهينية سيف بن خميس البادي بدأ بيرش الشوط البادي بدأ بالمركز الأول يا سلام هذه الشاهينية سيف بن خميس البادي تسيطر على مقدمة الشوط الزود ناصر بن سعيد بن سالم العمري على المركز الثاني والمركز الثالث الله الوثبة سعيد بن رغاش بن طبازة العامري على المركز الثالث ولكن خلاص راح الصقيع راح بالمركز الأول سيف بن خميس بن سعيد البادي سلام لساحل الباطنة سلام على هذا الفوز المستحق المركز الثاني سعيد بن رغاش بن طبازة العامري المركز الثالث ناصر بن سعيد بن سالم العمري والمركز الرابع وصلت فيه الشاهينية لمبارك بن راشد بن سبت والمركز الخامس
أزمة لسعيد بن صويح بن سالم بن علوبة العامري في المركز الخامس. هكذا كان هذا الشوط وأثارته وحماسه وانطلاقاته الجميلة، ولكن الشاهينية سلام يا هالي صحم، سلام يا هالي الباطنة جميعا على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق هناك في السلطنة في هذا الصباح الجميل. سيف بن قميص بن سعيد البادي 4:39.3 من الثانية، تهانينا على فوز الشاهينية بينما وصلت في المركز الثاني. توقيت المركز الثاني 4:45 من الثاني، سعيد بن رغاش بن طبازة العامري، والمركز الثالث الزود لناصر بن سعيد بن سالم العامري، توقيتها الزمني 4:40، وكذلك 5 من الثانية، تهانينا والناموس للأخوة الفائزين بالمراكز الأولى في هذا الصباح.